في بلد الإنسانية، الكويتيون والمقيمون على أرضها لا يتوانون عن مد يد العون للمنكوبين نتيجة النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، بل وتمتد الأيادي البيضاء لتصل إلى اللاجئين في البلدان الأخرى. الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يمر بها شعبا سوريا واليمن دفعت بالجمعيات الخيرية إلى الاستمرار في تقديم العون والمساعدات الإغاثية وتنظيم الحملات، وهذا ما تهدف إليه جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية من خلال حملتها الإغاثية. بدأنا في حملتنا الإغاثية رمضانية لإغاثة إخواننا في سوريا واليمن، وهذه الحملة ما شاء الله عبارة عن 16 شاحنة، 8 حق إخواننا في سوريا و8 حق إخواننا في اليمن. وبدأنا الحملة يوم 16 يوم الأحد الماضي، مستمرة لغاية يوم 22 يوم السبت القادم بفضل الله تعالى. أنا أدعو إخواني أهل الكويت والمقيمين على هذه الأرض الطيبة أن يبادروا في المجيء إلى هذا مغرنا في العدالية قطعة 3 مقابل صالة الميلم في مصافة نادي كاظمة. حياكم الله، اللي عنده ملابس، اللي عنده بطانيات، اللي عنده تمور، اللي عنده حليب حق إخواننا في اليمن، حياكم الله. عندنا حملة إغاثية في داخل اليمن، حاليا جهزنا أكثر من 2000 سلة غذائية في داخل اليمن، بالإضافة إلى هذه الشاحنات كذلك قاعد نجهز لإخواننا في الداخل السوري، كذلك الشاحنات اللي بتروح هناك هم بعد فيها المواد والملابس والتمور إن شاء الله. في مشهد يبعث البهجة في النفس، ترى الأفراد ومندوبي المؤسسات والشركات يتوافدون إلى مقر الحملة لتقديم المساعدات بمختلف أشكالها. الداعم الرئيسي بعد توفيق رب العالمين هو أهل الكويت. أهل الكويت جزاهم الله خير، لهم فزعة مو طبيعية ولا هي جديدة، وهذا اللي جبلنا عليه في هالديرة هذه. ثانيا أصحاب الشركات اللهم بارك، اللي هم سواء يعني إخواننا السوريين أو اليمنيين، التجار أصحاب المحلات والمصانع قاعد يساهمون الحقيقة في يعني تبرعات أكثر من مستوى الأفراد صراحة، يعني قاعد يعطونا شغلات جديدة بالليبل اللهم بارك، وعسى الله أن يفتح عليهم. عندما يدور الحديث عن العمل الإنساني تتجه الأنظار إلى الكويت الكبيرة في إنسانيتها وعطائها، فالعمل الإنساني المتأصل في الكويت وشعبها يتنامى بشكل كبير ويلاحظ توسعه الذي طال مختلف أنحاء المعمورة. خالد الفارس، الراي.